قبل ما ادخل في الاخبار عايز اقول حاجه خاصه جدا، دعواتنا وامنياتنا الصادقه بالشفاء العاجل للنائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العامري فاروق وزير الرياضه الاسبق اللي بيمر بازمه صحيه شديده، باذن الله يقوم منها بالسلامه ويرجع لبيته ولاسرته وللنادي الاهلي ولكل محبيه. كل الامنيات الطيبه بالشفاء لمعالي الوزير العامري فاروق.